بتقرب الايام ورمضان عمال بيقرب، وبكره هنلاقي بيقول بكره رمضان، على طول بعديها بيومين هتلاقي خلاص ليله القدر خلص رمضان. عايز تستفيد اعلى استفاده ممكنه من رمضان لنفسك، يعني غير الثواب وغير ثواب الصيام وغير 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 انك يستجاب دعائك، لا عايز تستفيد شخصيا انت شخصيا. علماء النفس بيقولوا حاجه خطيره يا جماعه، بيقولوا إن أي صفة وحشة في البني آدم يمكن تعديلها لو فضل مركز عليها لمدة 21 يوم. إيه ده؟ ده كلام علمي؟ ده كلام علمي يا جماعة. يعني إيه 21 يوم؟ يعني أنت إنسان غضوب بتغضب بسرعة، لو فضلت عامل الإكستريم العكس إنك تبقى حليم قوي وماسك نفسك قوي حتى لو في حد يستاهل إنك تغضب عليه 21 يوم تعمل عكس الصفة، بخيل 21 يوم كرم، متسرع 21 يوم حلم، 21 يوم ممكن تتغير الصفة، تبدأ الصفة تكتسب صفة جديدة في الأخلاق. عشان كده النبي قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. أيوة، واحد ما بيصبرش 21 يوم يتعود على الصبر. هو أنا ممكن أجيب حاجة زي كده؟ عشان كده ربنا خلانا نصوم يوم، ده مش بس عشان ناخد ثواب، ده عشان أخلاقنا. فتفضل ماشي 21 يوم وتكملهم للـ30، لزقت الصفة، لزق الخلق الجديد. تنصحنا بإيه؟ استعد من دلوقتي، إيه هي الصفات اللي عايز تغيرها؟ ربي نفسك قبل رمضان. إذا أنا أسمع عن تربية الأولاد لكن ربي نفسي، أيوة، قول إيه الصفة اللي أنت عايز تبدأ تغيرها في نفسك، ومن دلوقتي بقى ابدأ اجهز بيها. هيبقوا كده هتجيب الـ21 يوم على نص رمضان، تدخل الـ10 الأواخر وأنت الصفة دي بقت 10 على 10 فيك. مين يا جماعة متضايق من صفة فيه ويحب يجرب كلام علم النفس مع الإسلام في فكرة ومع ديننا في فكرة يلا نصلح خلق وحش فينا، تيجي تبدأ معايا؟ أنا عارف إيه الصفة اللي أنا نويت عليها واللي أنا ناوي أصلحها من نفسي في الـ21 يوم اللي جايين، تشتغل معايا وتنوي معايا؟